وللمزيد من المتابعة حول زيارة الرئيس الموريتاني لمصر والقمة المصرية الموريتانية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان. أرحب بك دكتور محمود. أهلا وسهلا يا فندم. نعم دكتور محمود، الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الموريتاني إلى أن المباحثات تناولت ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، التبادل التجاري، وأيضا الاستثمارات بين البلدين. كيف يمكن العمل على هذه النقطة، المجال الاقتصادي تحديدا، في المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما بين عامي 2021 و2022 إلى ما تخطى 11%؟ يعني تاريخ طويل ممتد من العلاقات ما بين الدولتين، خاصة وأني يعني موريتانيا تعتبر دولة ذات خصوصية، ليس فقط لاعتبارها دولة يعني ذات أهمية في عمق الدولة المصرية الإفريقي، ولكنها تشكل يعني دوائر الاهتمام الثلاث بالنسبة للدولة المصرية باعتبارها دولة عربية ودولة إفريقية ودولة إسلامية. يمكن يعني الناظر والمتأمل في حجم العلاقات سواء على المستوى الثقافي أو السياسي أو حتى طبعا المستوى التاريخي يدرك دون معنى أنه الفرص المتاحة ما بين الدولتين لتعظيم المكاسب الاقتصادية والفرص الاستثمارية ما بين الدولتين كبيرة جدا. لو نظرنا إلى الأرقام، وهذه هي اللغة التي يمكن أن تترجم فيها العلاقات الاقتصادية، وتحديدا مقارنة ما بين العام 2022 والعام 2021، حنجد أنه صحيح هناك زيادة كبيرة في مقدم نمو حجم التبادل التجاري ما بين الدولتين، يمكن وصل إلى ما يقارب من 11.1% من 38 مليون دولار إلى ما يقارب 42.9 مليون دولار. ذات الأمر في معدل الاستثمار الموريتاني داخل الأراضي المصرية اللي وصل إلى نحو 512 ألف دولار. لكنه طبعا هذه الأرقام وإن كانت تعبر عن معدل نمو وطفرة حقيقية حدثت ما بين عامين، إلا أنه لا يمكن أبدا التعويل عليها وتساوي حجم العلاقات التاريخية ما بين الدولتين، ولا تشكل بشكل أو بآخر استغلالا أمثلا للموارد الاقتصادية المتاحة ما بين الدولتين. ولذلك بتأتي هنا أهمية هذه الزيارة لتعظيم الاستفادة من العلاقات التاريخية ما بين الدولتين، سواء أنه لو نظرنا إلى الهيكل التجاري للدولتين حنجد أن الهيكل مختلف إلى حد كبير، وهذا من أهم الأمور التي يمكن أن تعظم فرص زيادة معدل التبادل التجاري ما بين الدولتين، لأنه هذا الرقم الذي هو 42.9 مليون دولار يصب في صالح ميزان الميزان التجاري المصري، بمعنى أنه يعني أكثر من 41 مليون دولار بتشكل صادرات مصرية إلى موريتانيا، ونحو 1 مليون عبارة عن واردات من موريتانيا. ما تمتاز به موريتانيا من موارد ومن ثروة سمكية بتعطيها ميزة مطلقة على القارة الإفريقية، يمكن التعويل على هذا الأمر بالشكل الذي يضاعف هذا الرقم مئات المرات. وبالتالي وجود بروتوكولات تعاون وتعظيم الاستفادة، أتصور أنه لن يصب فقط في مصلحة الدولتين، ولكن سيكون له تأثير قوي ومباشر على مجمل العلاقات الإفريقية بل وعلى العلاقات العربية الإفريقية أيضا. نعم دكتور، بالحديث عن الشراكة بين الدولتين، هناك حديث عن مشروعات تقوم بها مصر في عدد من الدول الإفريقية من بينها أيضا موريتانيا. أهمية هذا التواجد المصري في دول القارة التي تحتاج إلى الدعم، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية؟ يعني يمكن لو عددنا الإنجازات الدولة المصرية منذ العام 2013 هنجد أنه على رأس هذه الإنجازات هو الملف الإفريقي. حقيقة الأمر الدولة المصرية حدثت ما يمكن تسميته بمعجزة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإفريقية، وخليني أدي لحضرتك مؤشر بسيط أنه في فترة من الفترات تحديدا في 2013 جمد الاتحاد الإفريقي عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، بعدها بست سنوات في 2019 أصبحت الدولة المصرية هي رئيسا للاتحاد الإفريقي، بل وأصبح العالم الغربي بينظر إلى مصر باعتبارها هي المتحدث الرسمي باسم القارة الإفريقية والمدخل الشرعي للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، خاصة أن الدولة المصرية حملت على عاتقها كثير من قضايا وهموم القارة الإفريقية، ويمكن على رأسها فكرة تدشين منظمة التجارة الحرة القارية
اللي بتعد أكبر منطقة تجارة حرة على مستوى أو في تاريخ منظمة التجارة العالمية، حملت على عاتقها أيضا ملف الإرهاب داخل القارة الإفريقية، بل وأعطت فيه دروسا مستفادة لكثير من الدول، وترجمت هذه الدروس في اتفاقيات دفاع وفي مؤتمرات كثيرة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، فيما يتعلق بقرار السلم والأمن المبادرات. وبالتالي الدولة المصرية في علاقتها مع القارة الإفريقية أستطيع يعني أن أقول أنها يعني أحدثت طفرة حتى فيما يتعلق بالأرقام، سواء المشروعات المتبادلة ما بين مصر وأفريقيا، واللي يعني انتهجت فيها الدولة المصرية ما يطلق عليه الوين وين، بمعنى أن مشروعات يمكن أن تحقق مكاسب لجميع الأطراف، وهذا ما نعول عليه داخل القارة الإفريقية، وهذه واحد من أهم الاستراتيجيات التي يتبناها الاتحاد الافريقي في اجندته المستقبليه 2063، ان يعني هو يتم تعظيم الاستفادات الافريقيه بدلا من استفاده بعض القوى من القاره الافريقيه والتعامل معها بالمنطق السابق واعتبارها يعني مخزنا او مستودعا للمواد الحرب. نعم، القاهره ونواكشوط تتفقان فيما يتعلق بالتاكيد على حتميه مواجهه الارهاب والحفاظ على الامن القومي العربي والإفريقي أيضا. بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، يعني القضاء على الإرهاب ومكافحته في القارة الإفريقية كيف سيصب في صالح الاقتصاد في دول القارة ومساعدتها على مجابهة مشكلات عدة في ظل مناخ عالمي يتميز أو به العديد من المشكلات الآن على جميع المستويات؟ يعني خلينا أذكر حضرتك أن قضية الإرهاب تحديدا هذه قضية يعني بتشكل أحد أهم هموم القارة الإفريقية، بل وأحد المعوقات الرئيسية لإحداث عملية تنمية في القارة الإفريقية. القارة الإفريقية ما تمتلكه من موارد بتشكل نحو 60% من الموارد الموجودة على مستوى العالم، يعني هذا الأمر كان وضعها منذ زمن على خريطة التنمية، لكنه كثير من المشاكل على رأسها طبعا الإرهاب، سواء عدم الاستقرار الداخلي ما بين الدول أو الإرهاب الموجود والمنتشر وتحديدا في منطقة غرب أفريقيا اللي يعني بتعتبر متاحمة لدولة موريتانيا، واحد من أهم معوقات التنمية سواء على الدول بشكل منفرد أو حتى عملية التكامل الاقتصادي الإفريقي ما بين الدول وبعضها البعض. يمكن لدينا كثير من التجمعات الاقتصادية التي لم تحدث يعني تقدما ملحوظا زي الكوميسا والسادك والإيكواس في غرب أفريقيا لاعتباراتها علاقة بتوتر الأوضاع الأمنية أو انتشار الإرهاب الذي يطوق ويحزم القارة الإفريقية من الصومال شرقا إلى نيجيريا والنيجر ومنطقة غرب أفريقيا حيث بوكو حرام وبعض الجماعات الإرهابية الموجودة هناك. الدولة المصرية أيضا عانت من ويلات الحرب ودفعت من ويلات الإرهاب ودفعت ضريبة كبيرة وضريبة الثمن في إقرار حالة الأمن التي تسود الدولة المصرية الآن، يعني تجاوز التكلفة المادية وكانت لا تكلفة لها علاقة ب يعني أرواح شهدائنا من القوات المسلحة والدولة المصرية والشرطة المصرية، وبالتالي استطاعت الدولة المصرية يعني بعد إقرار حالة الأمن أن تصدر دروسا مستفادة لهذه الدول في كيفية التعامل مع الإرهاب، خاصة أنه لا يمكن أبدا مقارنة الإرهاب الذي يحدث في القارة الإفريقية حاليا بما كان يحدث في التسعينيات. الإرهاب الآن أصبح إرهابا عابرا للقارات، أصبحت هناك تنظيمات كبيرة تنظم هذا الإرهاب بشكل يعني دقيق، أصبح هناك تشبيك وتعاون ما بين الجماعات الإرهابية الموجودة وقدر كبير من التنسيق، وبالتالي الأمر يحتاج أن تكون هناك مظلة كبيرة زي الاتحاد الإفريقي تتخذ سياسات معينة موحدة على مستوى القارة لإمكانية مجابهة والقضاء على هذا الإرهاب الذي يعتبر أحد أهم معوقات عملية التنمية بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، كنت معنا عبر الهاتف.